تفتحها يا جماعة. اسلام استفتح. بجيب احلى 3 كيلو سمك وبروحهم البيت وبعد كده بطلع اصطاد. السلام عليكم. طبعا حكاية وصول الممنوعات، اهلا بحضراتكم. اهلا بيكم يا جماعه على اليوتيوب وعلى صفحه الفيسبوك. النهارده يا جماعه رجعنا تاني لقلبشه، لفينا لفتنا يا جماعه ورجعنا تاني لقلبشه من السوالم. طبعا الفيديوهات اللي فاتت كلها كانت من السوالم، فروحنا الاسبوع اللي فات كانت الدنيا مش كويسه، فقلت لا نغير بقى، بقالنا شهر ما جيناش قلبشه، فقلنا نغير مكان جديد يا جماعه على وصفه بقى واحد صديق من اصدقائنا وحبايبنا واصدقاء الصفحه اسمه اسلام الشحات، انا بشكره من خلالكم يا جماعه. فلسه هنجرب ان شاء الله المكان ونشوف الدنيا فيها ايه ويا رب يرزق. طبعا انا هبدا بالغله كده ونشوف، بس هو المكان مكان بقول مكان طعم، بس انا حابب ابدا بالغله واسلام هيجرب، ابني هيجرب الطعم، وان شاء الله ناخد سهرتنا هنا وربنا ييسر الامور ونعمل لكم فيديو كويس. وتابعونا يا جماعه ودعواتكم لكل شهداء غزه، ربنا ينصر يا رب اللي موجود منهم وينصرهم يا رب نصر عزيز يا رب، اللهم امين. دعواتكم يا جماعه من القلب وتحياتي لحضراتكم ويوم جميل ان شاء الله. يا جماعه احنا لما ظبطنا العده صغرنا الوش زي ما اتفقنا يا جماعه المره اللي فاتت في فيديوهات السوالم في النيل، قلنا الوش بيكون طويل. قلبشه ده الوش يا جماعه، ايد ماسكه السن وايد ماسكه الايه من عند الرصاصه، ده الرمال بتاع قلبشه. طبعا الوش يا جماعه بيختلف، يا جماعه المحترفين عارفين من ميه لميه، لان الميات في قلبشه بتبقى ميات ضيقه وميات مش غويطه وبتشتغل يعتبر ايه على المرايه يعني. فاهم حاجه يا جماعه تظبيط العده. طبعا لما بيكون سمك كتير والله ولا تظبيط عده ولا اي حاجه بتفرق، سمك بيخش يهجم وبياكل، بس اما في الايام اللي زي ديت ايام برد وكده والدنيا سمك فيها قليل شويه، فلازم تحاول تظبط عدتك على قد ما تقدر عشان مشوارك ما يجيش ايه على فشوش يعني. قول لي قصه مش قصه سمك يا جماعه. انا والله قبل ما اطلع هنا بكون رايح بتاع السمك عندنا هناك، بجيب احلى 3 كيلو سمك وبروحهم البيت وبعد كده بطلع اصطاد. هي قصه مش قصه سمك يعني. افتح اهو يا جماعه. اسلام استفتح. طبعا قاعدين نجيب سمك يعني حجاري، في حجاري سمك حجاري كتير بس ما ينفعش يتصور صغير يعني، فده اول سمكه حلوه اسلام يجيبها يعني، متاخر شويه اهوت بعد حوالي ساعه ونص ولا ساعتين. يلا نهاركم زي العسل ان شاء الله، او ليلكم زي العسل ان شاء الله. اسلام تاني يا جماعه اهوت. اكله سمكه تقيله شويه بس يعني ايه، ادي احنا بنجرب ميه جديده برضه وبنجربها. يلا ركز زي العسل ان شاء الله. طبعا يا جماعه يوم الحمد لله طبعا في الاول والاخر، بس يوم غير موفق يعني. خدنا السمكتين دول ما عرفناش نصور اصلا اي حاجه، هما سمكتين اغلبتهم بليمي حجاري، وهنمشي بدري بدري بقى نروح احسن، لان القعده مش جايبه همها، الجو برد والسمكه مش واكله والتنقل ملوش اي 60 لازم. يلا تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي اسلام لحضراتكم.